بدي رد على سؤال كثير أصدقاء عم يسألوني، بعتقد المايسترو أكيد مارر عليه هذا السؤال. يعني بشكل عام بيسألوا أنه ليش الموسيقى الشرقية أو العربية وموسيقتنا بشكل عام مناطقنا، لماذا دائما بيعتمد على 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 البيمولات مثلا، والتعامل مع الدياز بيضل يعني ولو كأنه يعني للاحتياط فينا نقول. يعني سؤال بهذا المعنى، أنا بحب أبسطها مشان الكل يفهمها يعني، وأحب أحكيها بعدة صيغ مشان الكل يستفيد من السؤال ومن الجواب أكيد. نعم. فهو رأيه طبعاً بيقول إنه موسيقتنا عم نعتمد على البيمول والدياز، إذا إجانا صدفة مثلاً بالصدفة نستعملها أو ما بنستعملها. عم يسألني ليش؟ أنا بعتقد إنه بالأساس إنه هاي الفكرة وهذا التصنيف ما له وجود بالموسيقى الشرقية ولا العربية ولا التركية ولا الكردية أبداً. مش معقول أبداً إنك تقول موسيقى الشرقية أو العربية تعتمد فقط على البيمول. طيب إذا عندك مثلاً مقام النهاوند، إذا بدك تعزف النهاوند من درجته الأساسية، بيجي عندك مثلاً المي بيمول واللا بيمول والسي بيمول. طيب إذا بدك تعزف النوى أسر مثلاً، إذا أعطيني دليل مثلاً أنه مقطوعة موسيقية من نوى أسر ما بدي أتعامل مع الفا دييز مثلاً. ليه نروح بعيد؟ ليه هو لو حب يعمل المقطوعة بتاعته النهاوند الدو دي اللي هو كان بيعزفها النهاوند الدو دي، وقاله مطرب أو مطربة مش قادر يغنيها من النهاوند الدو، هيغنيها من النهاوند المي. نعم. هيعمل إيه؟ بده يصدف عنده بالدليل عدة ديزات أصلا. بده يعتمد إجباري، بده يعتمد على ديز. فهو مبدأ إن المقامات العربية تعتمد على البيمولات، لا طبعا الكلام ده خطأ أبدا مش صحيح أبدا. وأنا قلت عليه في حلقة قبل كده سابقة، جالي نفس السؤال. شوف أصل السؤال ده جه مرتين، مرة كان من متابع من المتابعين على اليوتيوب وأنا رديت عليه في الحلقة دي، ومرة من صديق وهو قريبي كمان وعايش في نيويورك، امريكي من اصل مصري يعني، ومن الناس اللي استضافوني لما كنت في نيويورك هناك، وبعت لي برضو نفس الموضوع ده. قال لي برضو الموسيقانة العربية بتعتمد على البيمول في الاساس، واذا هيجي الدييز بيجي كحلية. فطبعا لا، مفيش حاجة اسمها يجي كحلية. انا لما اجي اقول دلوقتي النهاوندي الميبيكار، النهاوندي البوسريك، انا عندي الفا دييز اساسيه والحساس ري دييز، الاثنين هم ديزات او مثلا يعني ايا كان اسم على كده اي مقام يعني اي مقام. لكن هو احنا قدرا اغلب مقاماتنا كانت بتعتمد ان احنا بنعزفها على العود، ذات العود لان هو الاله الاساسيه والاله زي ما بقول كده سلطان الطرب. فلما اغلب مقاماتنا لما كنا بنيجي نشتغل على العود من اوترها الحره او من اماكنها الطبيعيه كانت بتطلع من فيها بيمولات. لكن احنا لو حبينا نقول العجم عشيران بتاعنا ده لو نزلنا نص تون بس وقلنا بدل ما هو من نغمه السي بيمول وقلنا من نغمه لا، لو عملنا عجم بقى من على درجه العشيران تحت اللي هو تاني وتر في العود من فوق من الغليظ كده، لا هتعزف ايه؟ هتعزف لي 3 دييز، فا دييز ودو دييز وسول دييز اهي، وبقوا اساسيين. ادي عجم من على الحسيني او عجم من عشيران هيبقى 3 دييز يعني. لو هتعمل لي عجم النوى يعني رساله من تحت الماء معموله من السول ميجر اللي فا دييز اساسي فيها، لا طبعا مش منطق. لا مش صح طبعا، ابدا مش صحيح يعني. مثلا انا بدي اعزف العجم من الري مثلا، بدي اعزف العجم من الري، ما بيجي عندك الفا دييز ودو دييز والدو دييز عجم. هاي عندك 2 ببداية الدليل وعم تكتبها ومكتوبة على بداية الدليل، فبدي اعتمد على الدييز بهاي الحالة. نعم. وفي كتير اسئلة اذا بدنا نحكي على انه طبعا اذا تصور المقام من غير درجة مثل ما حكى المايسترو بيطلع لك الدليل كله دييزات، فمش صحيح. واحنا بنتعرض لده عمليا، احنا عمليا في الحفلات بتاع بتتعرض لمطرب مش قادر يغني الاغنيه من الطبقه دي، عايز يعليها او يوطيها، والطبقه اللي هتريحه الطبقه اللي مريحه ليه سواء كانت عاليه او واطيه كلها دي زاد. هنعمل ايه؟
هتقول له لا ما تغنيش، يبقى انت ما تعزفش، انت اللي غير جاهز، انت اللي مش مدرب. لكن ما تقولوش هو ما يغنيش، هو دي طبقته. وانت كعازف المفروض طالما قعدت في فرقه ولازم الراجل تكون بروفيشنال، فلازم تكون انت مدرب على تصوير هذه المقامات، يعني لازم تكون مدرب على انك تأديها من اي مكان يعني. طبعا طبعا تعزفها من اي مكان. فمثل ما قال المايسترو يعني اجت بالصدفه انه بعد ما حطينا الاوزان والقياسات والابعاد والى اخره شفنا انه مثلا هونت فيها ثلاث بيمولات، ايش نساوي بحالنا؟ الهوند من درجته الاساسيه فيها ثلاث بيمولات، يعني مش من عندنا القصه انه خلاص الدليل عندك ثلاث بيمولات، اذا عدوه فاجباري بدك تتعامل مع البيمولات، اما اذا مثلا بدك تتعامل مع اي حتى النهوند على الري مثلا خلينا نقول. النهوند على الري في سي بيمول بس، هيبقى في سي بيمول والحساس بتاعه دو دييز. نعم يعني تتعامل معه. نعم لا طبعا مش منطق يعني مش منطق. ولذلك انت عارف انا عندي الطلبه بتوع العود اللي بيجي يدرسوا عندي عود في البدايه خالص بعد ما نخلص التدريبات الاوتار والريش وعرفنا الاجيلتي بتاع الايد عامل ازاي وتكنيكات الايد، اول ما بخش قبل ما بخش في المقامات لما بيجي ناخد الاجناس باخد الجنس واصوره من جميع الاماكن. يعني يجي عندي طالب مثلا هياخد مثلا سي عجم، اخليه يقول العجم من كل نغمات كروماتيك نوت، يقول انا من الدو، يقول لي من الدو ديز، يقول لي من الري من ديز، من المي من المي، يعني اخليه يقول الجنس مصور. تصوير الاجناس ده مهم جدا جدا، يعني هو في البدايه لما يبقى عارف ان الجنس اللي هو بعده مثلا واحد واحد نص ده يقوله من كل الاماكن. وهتلاقيه على فكره على القناه عندي مثلا في هتلاقي الاجناس وانا بعزفها للطلبه من جميع الاماكن، ولازم هو من جميع الاماكن لابد انه يقدر. وهقول لك على كده بقى اساتذتنا الكبار زي استاذ عبده داغر والاساتذه الكبار وعبده قطر والناس دي، ده مش بيقولها بقى. يعني انت مثلا تيجي تقول العجم مش بتقوله كروماتيك نوت بس، ده بيقوله من على الاربع تربع، يعني هو يقوله من الدو من الدو دييز ويقوله من الدو نص دييز، فاهمني؟ يعني ومن الدو دييز ونص. لازم يتدرب انه يقول العجم من اي مكان، لازم يبقى حاضر لاي مكان. انت وانت معرض، انت وانت شغال مع حد زي ما قلنا كده المره اللي فاتت، واحد شغلنا هواند الضوء، هواند الضوء اهو، وراح مباشره ترى عامل لك سيكر، فانت مضطر تقول السيكا من على دوبي كار. يعني انت مضطر انك تتعلم تعزف السيكا دي نسبه السيكا ومقام السيكا ومقام الوساب من على الدوبي كار، ولا عكس صحيح انك تقول لي العجب من على الـ من على الـ من على السيكا. دي كده احنا بنقول عجب من على السيكا، فلازم بالعكس المفروض يتدرب على كل التدريبات وكل الاماكن. يعني لا المفروض كده، المفروض اكون جاهز يعني. فما تقوليش بقى دييز وبمول، انا لازم ابقى جاهز بكله. بالطبع. يعني الجواب المختصر لسؤالك، الموسيقى الشرقية والعربية وكل موسيقتنا اللي عم نتعامل معها عم تتعامل مع البيمول مثل الدييز ومثل البيكار، الكل بنفس المستوى، ولكن قد يكون عندك درجات التخفيض أكثر من درجات الرفع، وهذا أمر طبيعي يعني. ده قدراً. نعم قدراً. وفي تقول الاغلب ولكن ليس الكل. زي انت ما قلت كده انه اثر عندك في بيمولات وفي فاديز. الرصد لما نيجي نقول رصد على النوع، رصد على السول، هيقول ايه؟ هيقول سي نص بيمول، بالبيمول اهي، وهيقول فا نص دييز. وده قال فا نص دييز وقال سي نص بيمول، استخدم الاثنين. فده منطقي يعني.